معانا حنين. ازيك يا حنين؟ تمام، اهلا وسهلا. اهلا بيك. ازيك حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك حبيبتي؟ الحمد لله الحمد لله يا روحي. الحمد لله. ازيك؟ عامله ايه؟ بحب حضرتك جدا. ميرسي يا قلبي، ميرسي، كلك ذوق والله. طيب كنت عايز اسال بس على اللبن لما بيقطع، ليه استخدامات ولا كده ايه؟ لا طبعا له استخدامات كتير جدا على فكره. طيب ممكن اعرفها بس؟ ممكن طبعا هقولك. بصي يا ستي، اللبن لما يقطع ممكن تضيفيله معلقه خل وهو على النار بيغلي، وبعدين تصفيه معلقه خل ومعلقه ملح، وبعد كده تصفيه بمصفى تكون ناعمه جدا. هتلاقي معاكي جبنه في منتهى الجمال، جبنه بخيرها بقى بقشطتها، تحفه جدا. تمام، دي حاجه. حاجه تانيه ان احنا ممكن من غير الملح خالص، بالخل بس، نحط معلقه ونصفيها برضو، هتبقى معاكي يعني فتافيت صغيره كده هتصفيها، ودي هنعمل منها قشطه بتتحشي منها الحلويات، وهنعملها قريب ان شاء الله عشان نعملها ونجهزها لرمضان. استنيني بقى هنعملها مع بعض. ليها ايه تاني؟ ممكن تاخديها اصلا تحطيها مع فلفل مفروم، وتحطي كمان معاها حلبة مطحونة، وفي خلطة كده عند العطار للمش، وتبتدي تحطي ملح وشطة وشوية لبن وتحطيهم في التلاجة، تعمل معاكي مش تحفة جدا. تمام، دي حاجات بسيطة كده، وإن شاء الله نعمل مع بعض حاجات تانية.